طب يلا كمان مرة كمان مرة. شطورة، برافو. بص يا جماعة دلوقتي انا اول مرة اجرب الموتشي. هل بنجرب مع بعض؟ رأيك يعني؟ غزل ما عجبتهاش، غزل ما عجبتهاش. مش حلوة صح؟ ايوه سندوتش ما سوى شنو سندوتش ماما صح؟ صح؟ كنا سندوتش لكن انا بردو حسن فش سكر انا كنا سندوتش محشية بحاجة من جوه شباب كلاون بيصوروا مين هاي؟ ما تقريبا هما بيصوروا اصحاب المكان. بس يا اصحابنا في انسان قالي وانا بحب اقلد الانسان قلدي تعالي لو تصوري تعالي عشان ندخل ملاهي يلا مش تقدرين جايين عشان تدخلوا الملاهي بصوا فين غزل ويزن غزل تعملي ايه تركب اللعبه دي بتشوفه طب استني طيب عم يخلص بس عشان الادم بيقدم كمان يلا غزوله استني لا تعم اهال انت اللي فوق طيري لفوق يلا امسكي جامد خليك سترونج هتطيري دلوقتي خايفة؟ شكلك خايفة شكلك خايفة ابقى دي عشان الكهرباء زقي جامد يا غزل تحت كفاية؟ لا عشان الهواء
الوزن خايف مش عايز يركبها. اقوى يا غزل اقوى. اي برافو اقوى يا غزل شطوره اقوى. برافو برافو شاطر. حلو قوي. يا زان هتعمل ايه دلوقتي؟ واو برافو بتعرف تسوق؟ ها؟ شاطر. لا ما تلعبش هنا خلاص هو عمو مظبطها. يلا انا خد دي احسن خد العربية احسن. استنى افتح العربية احسن عشان هي اصلا. روح التاني روح التاني. واو برافو يا يزن شاطر. ما ركبتش جيل زي غزل يا يزن. تخاف؟ في راجل بيخاف؟ ها؟ هروح اركب غزل مرجحة تانية لحد ما انت تخلص. ماشي يا يزن؟ تعالى ورايا. غزل فين؟ بص غزل اهي. غزل بتتصور. بص غزل والله العظيم بص. بص غزل واقفه بتتصور. ايه يا مام يا زن انا هركب غزل دي. ها مش عايز تركبي دي غزل؟ طب يلا. لا شوف ماشي. بص جاي يلف. بص جاي يلف. بص يا واد يا واد يا واد يا بيعرف يلف. بص بيعمل ازاي يا ولا يا جامد يا يزن شطور. شاطر يا يزن. نعم يا مام. الثانيه لما عم يجي عشان تشتغل بالكهرباء هتقدري تمسكيها؟ مع اني عايزه اجربها والله. والله عايزه اجرب اللعبه دي. انا مش عارفه اطلع فيها. استني لما عمو يجي. طيب غزوله هنشوف غزل ليها محاولتين هنشوف تكسب قد ايه. يلا سندريلا يلا يلا سندريلا هتكسبي ان شاء الله. بص خفت ازاي. لا اللفه ذات نفسها والقعده فوق. ها يا سندريلا سندريلا خايفه مرعوبه. ان شاء الله هكسب. يلا يلا يا غزل يا سندريلا. امسكي جامد بايدك. برافو. ما تصوتيش. حاسه داخل. حاسه داخل. حاسه داخل صح. يلا يا غدا خليكي قويه. برافو. هتقعي خلاص كده. يلا برافو 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 سندريلا. هتقعي يا سندريلا هتقعي. ان شاء الله. لا ما تصوتيش. ايديها وجعتها يا عيني. سندريلا هتقع هتقع. وريني يا سندريلا ايدك يا سندريلا. معلش معلش. بصوا يا زن. طب يلا. طيب يا زونة مبسوط؟ ها ماشي. يلا بقيت بتعرف تسوق كويس انت. شاطر. يلا بقى عشان اصور غزل. يلا هتقع يا غزل. ها يلا يلا كملي. برافو
اصلا انا بحلم بفيلم رعب. يلا بالراحه على مهلك. يلا هتقع هتقع خلاص. يلا البسي يلا تعالي. اتبسطتي المهم كده خلاص صح؟ يلا غزل اتبسطتي؟ لا ما اتبسطتش يا ولد. اتكلم يلا قولي اللي انت عايزه. هو اتفرج على المقلب اللي انا كنت عاملاه في غزل يوم كامل مقالب صح؟ اللي انا كنت اكلتها شطه ورسمت لها شنب وهي نايمه صح؟ وحطيت النوتيلا كان البيبي بتاع صالح صح؟ عجبك المقلب؟ هعمل لها يوم تاني يوم كامل مقالب تاني ان شاء الله. ماشي؟ انا مش هسيب. يلا قول لهم بقى ما تنسوش تعملوا لايك كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد من القناه. ياي سلام شكرا. حافظ شكرا ليك. باي باي. قول لهم باي. باي. يا جماعه انا قررت اضحي النهارده واركب المرجيحه دي مع غزل مع غزل معناها بتدوخ جدا. ماشي مرجيحه اسمها قطر. قطر مرجيحه هي مرجيحه في الاخر. بس في المهم انا ما بتحمسش طول فخلينا انا وربنا يستر. يلا بينا ونكمل ونشوف ايه هنعمل. يلا بينا عشان قبل ما اركب قلت لهم لو دخت هوقف عادي. انت راجل عيب يا يزن تقول خايف. بص غزل هتركب ويزن مش راضي. بص غزل عايزه تركب دي وعمه قال ممنوع عشان اقل من 11 سنه ما يركبهاش. يا حبيبتي مسؤوليه عليه ما ينفعش يا ماما. هتركب ولا لا يا يزن؟ لا مش هيركب خلاص. يزن انت ما ركبتش ولا مرجحه غير العربيه بس. ها ها ايوه يعني ينفع كده ما تركبش المرجح مع اختك؟ مش انت المفروض راجل تقف جنبها وانت اللي تحميها لو هي وقعت؟ ده هي مش خايفه زي ده هي هي راجل عنك بقى. هي مش خايفه انت خايف اكتر منها. راجل لا راجل بقى. سمايل بصوا يا جماعه عايز تركب انهي؟ ممنوعه. بيخافي يلا طب يلا وريني بتنزل ازاي. هي ضغطتها وهي الناس اللي بتخوفها. كانت لعبتها المفضلة هي ويزن هم صغيرين وصغيرين في المعمورة. ما قال ممنوع. هتعيط كده هتعيط. عمو قال ممنوع ما ينفعش نركبها لي. انت بتبصي من البلكونه ولا ايه؟ بتحكي عيب بتحكي. زوزو بص يزن يزن اركب مع اختك. انت بص اللي بيقول لا اهو. ها هو يزن بيقول لا. نعم طب يا حبيبتي هما ما ينفعش. هما عندهم كده معلومات تعليمات ان هما اقل من 11 سنه ما يركبوش المرجيحه يا ماما. طب ما مالناش دعوه بالطول. احنا مالناش دعوه بالطول. ستور اصعب.
هي طاقتها راحت من الصبح بتلعب. واو عايزة تقلب. مش عايزة تتقلب. طب يلا. يا ولد يا ولد يا ولد. طب يلا كمان مرة كمان مرة. واو برافو شطورة برافو يا ولد. رايحة فين؟ رايحة كارفور. رايحة كارفور تعملي ايه جوه كارفور؟ هتشوفي؟ طب يلا طيب بس هيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم. الله بس الإله هلا غزل زوزو بصوا بصوا أنا بصوا بكي دي مية هنا جاي جاي عند المية اللي أنا عايز أفهم يا غزل. أنا عايز أشوفها رايحة فين. بص راحت عند ستاند الشوكلت بالراحه بالراحه. ايه لا مش بي مش مش كبيره يا ماما دي من جوه كذا واحده صغيره. لا والله مش بيك حبيبتي مش بيك والله دي من جوه من جوه من جوه كل واحده صغيره. بصوا ده اكتر جزء في الحياه بعشقه. تصوير ممنوع. تقدر تاخدي دي وتاخدي ايه تاني؟ انا هاخد دي كتاب. بس ما تجيبوش لا ما تجيبوش هي واحدة بس من كله واحدة بس مش احنا مش داخلين نشتري احنا داخلين نتمشى ونتفرج. ماشي ايه يا زندة ماشي غزولة قررتي تاخدي ايه؟ بس جابوا دي شوكولاتة ايه دي والله ما اعرف ايه. انا مش شفتش صراحه الحجم الكبير ده قبل كده. ماما عايزه تاخديها. عايزه تاخديها وانت ايه؟ عايزه تروح. لا واحده واحده الليل ماشي كل واحد فيكم واحده. بتاعت زمان. بتاعت زمان ايه؟ ما انتوا لسه جايبينها من كام يوم واكلينها. اللي بتاعت زمان ماشي. طب يلا يلا بينا. بس كده وكده وكده. بصوا غزل بجايه هنا بتسرح. ها كل واحد ياخد له شيبسي ماشي يلا. لا ده اول مره يجي. طب يلا جيبي واحد شيبسي يلا شوفي هتاخدي انا. عشان سبايسي بتقول لك يعني كده. انا بقول لها كل مره هي باخده اللي يريحك. انا ماليش دعوه انت اللي هتاكلي ولا انا. بقول لها ناكل مع بعض. ماشي خلاص خدي اللي انت عايزاه. هاتي الاثنين لو عايزه عادي. تعالي بس عايزه اجيب لي واحد سبايسي ليا. واحد ولع خالص. ايوه اللي انت عارفاه اللي انا بحبه. انا هخلص من نفسي. اختاريني بس مش موجود هنا. لا 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 مش موجود هنا يا زوزو. هيا زوزو انا هنا عشان جيبي الماشي رجعي يلا وجيبي اللي انت عايزاه. بصوا يا جماعه احنا اصلا كنا داخلين كارفور نتمشى. بصوا طلعت بايه؟ بصوا كل واحد بص كل واحد معاه كيسه. احنا كنا داخلين كارفور نتمشى تمام مش داخله اجيب حاجه خالص تمام. بصوا بقى ايه ده انا مش فاهمه بصراحه. تتغدوا ايه المهمه؟ تتغدوا ايه؟ بيتزا همبرجر ولا ناجتس؟ انت كنت عايزه ناجتس وانت عايز بيتزا. لا همبرجر. انا همبرجر. همبرجر ناجتس تمام. من غير بتاع بتاعتهم دول ايه ده؟ اللي هو الشيز والبتاع. لا ما ناجتس بس مش انت عايزه اللي بتبقى صغنونه دي؟ انا ناجتس وعايزه همبرجر برضه. همبرجر وناجتس. هنا مفيش ماكدونالدز. هنا مفيش ماكدونالدز. تعالي طب نشوف في بتاعات هنا. ناجتس وبيتزا ناجتس بالشد جامد وبالبسطرمه. تعالى يا زن بتشد جامد وبالبسطرمه؟ كمان. طيب يا غزل انا عايزه اسال سؤال. نعم. هو انتوا ايه اللي انتوا جبتوه بس ده؟ انا عايزه حاجه حلوه.
هم هم هم. بس انا هاكل معاكم. بصوا يا جماعه، عارفين بيك رولز بتاع عمل زيتون؟ من زمان قوي ما اكلتهوش، كنت باكله وانا صغيره، فلقيته النهارده فجبت منه. بصراحه الكيسه بتاعت غزل مليانه اكتر عشان في حاجات بتاعتي مع غزل. قال لي لا لا مش بتاعته. قال لك لا مش بتاعته، فانت خدتيها بدل ما ترجعيها خدتيها. طب يلا جماعه دلوقتي بقى احنا هنتك عشان نطلب الاكل. هو عايز اكل بقى على الاكل ولا ما جايبين بطاطس يا بس. بصوا يا جماعه طلبنا الاكل بقى، لما ينزل الاكل بقى هقول لكم. كل حاجه بقى غزه طلبت تشيكن. تشيكن او ماما جبت عشا، جبت لك والله تشيكن. تشيكن هو جبت، وانا طلبت جمبري وهي تشيكن. هو تشيكن لا بابا تشيكن. غزة طلبت ستريبس اللي هي من غير الخشب، بتقولي ماما انا عايزه تشيكن اللي بتعمل خشخش. غزة طلبت فراخ اللي هي الستريبس دي من غير عظم، بس بابا طلبناه له بعظم عشان هو بيحبها، وهي برده من غير عظم، وانا طلبت جمبري. بس جبت بقى واحد تشيكن بقى سبايسي. ليه بقى سبايسي؟ بس يا جماعه نستنى بقى الاكل كده وخليكم معانا بقى عشان نكمل يوم. جزونة ايه رايك في الاكل؟ غزولة ايه رايك في الاكل؟ تحفة؟ حلوة قوي. دلوقتي انا هبدأ بقى اكل الساندوتش بتاعي. بس الجمبري حلو قوي بجد، تحفة سبايسي طعمه حكاية. عجبك؟ حلو الاكل؟ ولا جزونة حلو الاكل؟ مبسوط؟ جزونة مبسوط؟ بصوا يا جماعه الساندوتش ده رهيب رهيب. زوزو الساندوتش بتاعك طعمه حلو؟ رهيب رهيب. الساندوتش ده فيه حشوة تشيلي مايونيز مخليه حلو قوي. رهيب رهيب رهيب. انا بتاعي اكتر منك. احنا حلو قوي بجد. تعرفوا؟ بصوا مش عارفه اقول. كلي طبيعي.